على جيشنا، مساء الفل على جيش مصنع سيلو ستيت لك صفقه بقى. بص الصفقه دي عنب عنب حاجه كده. بص يعني انا نفسي وانا بعمل الفيديو ده انا قسما بالله ما عايز اعمله. اللي هو انا بقول يا عم سيبها هي هتتباع لوحدها من غير فيديوهات ومن غير صور. دي صفقه من اللي قلبك يحبها. 200 وكام ده شغل خروج يا جماعه، خريفي ويمشي معاك للشتاء ويمشي معاك للعيد اللي جاي ده. لان بصوا هو بكم، بص كده بكم، في حاجات بكم، في حاجات بكم زي كده، فتمشي معاك جامد للموسم اللي جاي. يعني الناس اللي شغاله هتفهم اللي انا بقوله. الموسم اللي جاي هيبقى عايز شغل زي كده. فريدلي كده معلش، بص كده معايا بنطلون جينز. اصلا بنطلون جينز النهارده بكام؟ ومعاه التيشيرت وفيها حاجات ثلاث قطع. بص البنطلون، بص الشغل والحركات، واخد بالك معايا؟ حاجه كده عظمه. بص الموديل ده، بص بص الجمال، واخد بالك؟ واخد بالك الحته عامله ازاي؟ او محير تلبيس لحد 16، تلبيس لحد. البنطلون ده لوحده بكام النهارده اصلا؟ هتلاقيه معدي 250 جنيه عشان تنزلي تجيبيه. طقم العيد وصل معانا، بص كده، بص دي شتا، يعني يمشي معاك شتا، يمشي معاك شتا جامد قوي، يمشي معاك خريفي جامد قوي، يمشي للعيد بتاع رمضان اللي جاي، لان هيبقى الجو ما بين شتا وما بين خريف، انتوا فاهميني؟ فاللي هياخد ويخزن هو اللي هيبقى فاز، اللي هياخد ويشيل هو اللي هيبقى فاز. بص كده بيع الثلاث قطع دي بقى، اتفرج على الحلاوه، حلاوه ده بلدي من قهوة. بص كده اهو 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 ب 200 وكام، مفيش حاجه فيهم معديه 300 جنيه. بص البنطلون عامل ازاي، البنطلون اصلا بي فريند ده بيطلع بكام؟ ب 300 بره. مفيش حاجه في اللوتم اللي احنا بنعرضها دي اصلا معديه 300 جنيه اصلا اصلا. يعني الله الله على الجمال، شويه شغل فيهم مرزقه جامده جدا لاي تاجر. شغل اللوكسيات عالي قوي يا جماعه، تعرضي في مكتبك، تعرضي في محلك، هتاكلي فيهم لقمه عيش حلوه قوي. بصوا دي حاجات كم اهي، كلكم اهو هتاكلي فيهم لقمه عيش حلوه قوي صدقيني. بص الحته دي بقى، اتفرج بقى، يبقى فكرني ناخد لاسيل عشان العيد. بص كده تلات قطع، بص معايا اهو. انا عارفه ان البيعه دي هتنزل من هنا، هتعمل قلبان قلبان على السوشيال ميديا كلها. انا عارفه ان بصوا هيحصل هجوم علينا، وكالعاده تجارنا وجيشنا يزعل مننا عشان هيبقوا عايزين الشغل، عايزين كميات، وانا الكميه اللي عندي بتاعت 850 حته، فانا عايزه ايه اراضي بيها الكل. ربنا يحسن سولنا وليكم ويجعله موسم خير ورزق على الجميع. طبعا احنا بنشحن القطعتين والثلاث قطع، بنشحن جميع المحافظات وبنشحن دولي، وشغالين طول ايام الاسبوع. ربنا يحسن سولنا وليكم ويجعله موسم خير ورزق على الجميع. انتوا واخدين بالكم البيعه جميله قوي ازاي؟ انا مش عايزه اتكلم تاني، هي بايعه نفسها. ربنا يحسن سولنا وليك. طبعا عنواننا القاهره مرج الجديده، لينا فرع في شارع الانابيب والمصنع بعد مرج ب 10 دقائق. الشغل ده متاح بكره الجمعه، جمعه مباركه على الجميع، متاح بكره في فرع المرج ومتاح في الفرع الرئيسي ومتاح شحن. ربنا يحسن سولنا وليك ويجعله موسم خير ورزق على الجميع. شحن جميع المحافظات، شحن دولي، فاتحين طول ايام الاسبوع من 12 ل 9. بس ده ما شاء الله بيعه العبايه اللي لسه نازله اهو، واحد طلب منها 100 قطعه. ربنا يحسن سولنا وليكم. لسه الفيديو بتاعها نازل من نص ساعه. ربنا يحسن سولنا وليكم ويجعلهم في خير ورزق على الجميع.